الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. جامع الأمين يقدم لكم تلاوة لسورة ياسين مع الدعاء من صلاة التراويح والقيام لعام 1437 هجرية بصوت القارئ إسماعيل النوري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم، لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم، أئن ذكرتم، بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن
إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا
للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين
أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق اللهم يا سامع الأصوات ويا مجيب الدعوات ويا محيي الأموات صل على محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار وصل على محمد ما تعاقب الليل والنهار اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا اللهم فيما أعطيت وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت ونستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك لا ملجا ولا منجا منك إلا إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك
ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما بقيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا إلى النار مصيرنا. واجعل اللهم الجنان هي ديارنا، واجعل اللهم الفردوس هي نزلنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم اعف عنا، اللهم اجعلها ليلة عفو، اللهم اجعلها ليلة رحمة، اللهم اجعلها ليلة عتق من النيران يا رب العالمين، يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وبالمسيئين منا للمحسنين يا أرحم الراحمين. اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة المباركة من خير وعافية وصحة وسلامة وسعة رزق، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما أنزلت فيها من سوء وبلاء وفتنة وداء، فاصرفه عنا وعن المسلمين يا رب العالمين. اللهم إلى من نشتكي إليه وأنت العليم القادر، وإلى من نلجأ إليه، وإلى من نلجأ إليه، وأنت الكريم الساتر، وبمن نستنصر عليه، وأنت المولى الناصر، وبمن نستغيث عليه، وأنت المولى القاهر. يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، يا آخر الآخرين، يا ملاذ اللائذين، يا أمان الخائفين. اللهم يا الله، رفعنا أيدينا إليك، أتينا إليك منكسرين، أتينا إليك بذنوبنا. اللهم اجعلها ليلة توبة، اللهم اجعلها ليلة قبول، اللهم اجعلها ليلة قبول، اللهم اجعلها ليلة رضا، ليلة رضا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا، ويقينا صادقا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، ولسانا ذاكرا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك أواهين منيبين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، يا واحد يا أحد، يا واحد يا أحد، يا فرد يا صمد، يا فرد يا صمد، يا فرد يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا الله،
اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا وصفاتك العلا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم يا الله اللهم ابدأهم في هذه الليلة بالعتق من النيران والرحمة والغفران، يا رحيم يا رحمن، اللهم اغفر لهم مغفرة جامعة، اللهم اغفر لهم مغفرة واسعة يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت، لا إله إلا الله، عدد ما مشى فوق الأرضين ودرج، والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج، يا فرجنا يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، يا رجانا إذا انقطعت الأسباب، اللهم فرج همومنا، نفس كروبنا، اقض ديوننا، اشف مريضنا، ارحم موتانا يا رب العالمين. اللهم إن لكل واحد في هذا المسجد حاجات، يا قاضي الحاجات، اللهم اقض حوائجنا، اللهم اقض حوائجنا، اللهم اقض حوائجنا، يا قاضي الحاجات، يا كاشف الكربات، يا رفيع الدرجات، اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اهد أبناءنا ونساءنا وشبابنا وشبابنا، اللهم اجعلهم بارين بآبائهم وأمهاتهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله يا قوي يا عزيز، اللهم كل إخواننا المسلمين المستضعفين في الشام، اللهم كل إخواننا المسلمين المستضعفين في العراق، اللهم كل إخواننا المسلمين المستضعفين في بيت المقدس، في بيت المقدس وفي بورما وفي اليمن وفي كل مكان، اللهم فرج همهم، نفس كربهم، تول بنفسك أمرهم يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، آمنا في أوطاننا، احفظ أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم أمن هذه البلاد، اللهم أمن بلاد الحرمين يا أرحم الراحمين. اللهم احفظها من بين أيديها ومن خلفها يا رب العالمين، اللهم احفظها يا رب العالمين، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح الراعي والرعية والأمة المحمدية، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.